السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. وبعد، نستعرض مجموعة من الأسئلة. الواقع أنها خطيرة، هي الأسئلة كثير منها صيغ ظهرنا ما يتداوله الكثير من يسمونهم الملحدين في الإنترنت، أكثرها تدل صياغتها على نوع من السذاجة وعدم إدراك عمق المشاكل الحقيقية، وهذا المتوقع للإلحاد في الجزيرة العربية التي زعمت الواشنطن بوست أنه 6%، إن صح هذا 6%، يعني إذا كان عدد السكان حوالي 20 مليون اللي يسمونهم مواطنين أو نحوها، فالعدد معناه مليون وربع تقريبا، عدد مخيف مرعب. وحتى لو فرض المبالغ 10 أضعاف، 100,000 وكسر، هذا لو بالغنا بالعشر، قلنا أن هذا العدد الحقيقي هو العشر وتم تضخيم العدد المبالغة فيه، فمئة ألف ومئة وخمسة وعشرين ألف أيضا عدد مزعج جدا ولا يمكن قبوله. لكن بملاحظة بعض ما يكتبونه في الإنترنت وبعض الأمور يتداولونها، أتبنى أن في هناك شيء من السذاجة، والكثير منها عبارة عن رد فعل للكنيسة النجدية وعقليتها أو لا عقليتها، لا يمكن توصل بالعقل الواقع، بل هي من البلادة والجمود والسقم إلى درجة أنها هي المسؤول المباشر عن تنفير الناس من الدين وإظهار الإسلام بصورة الباطل. خذ مثال هذا الإنسان الفوزان الذي ينكر أن الأرض تدور، قضية حسية ممكن رصدها حتى في المعامل، ولكن الرجل لا يعقل ولا يريد أن يعقل ويرفض أن يعقل. أنا أقصد دوران الأرض بالذات، هذه قضية حسية ثابتة، تعرف بطريقة ما يسمى بندول حق فوكو، هذا كان الفوزان المقتنع يبني بندول في الرياض، كل ما يحتاج 100 متر من الحديد، وهندسة بدائية، لأن بندول فوكو اللي موجود في باريس مصنوع من القرن 19، ما هي تكنولوجيا بدائية، المنطقة الصناعية في الرياض تستطيع أن تصنعه. ثم يتأمل كيف تكون حركته على مدى 24 ساعة، يبتدي مثلا يحركه من الشرق إلى الغرب ويحط علامة من نقطة البداية والنهاية، ثم يترك ويأتي بعد 6 ساعات يجده قد انحرف، وهذا الانحراف لا يمكن يكون إلا بسبب دوران الأرض، لا يوجد أي سبب آخر له إطلاقا، كما تدل على ذلك حسابات والنظر السليم. لكن من تتكلم مع جدران، ممكن جدران تفهم ولا لا يفهمون. فلا شك أن أكثر هذا ليس إلحادا فلسفيا عميقا، وإنه ردة فعل للوضع المتردي للكنيسة النجدية. كان ممكن يكون هناك بعض الإنقاذ من درسوا علوم الكلام وعلوم المنطق في الأزهر، لا سيما أن هناك برز رجل اسمه الشيخ سعيد فودة، أظنه دكتور، يتعاطى علوم الكلام وبشكل نوعا ما عصري، ولكن للأسف ما زال منغمسا في تلك الأبحاث والطواحين التي تدور من أكثر من 500 سنة، وقد تجاوزت علوم الفلسفة والكلام في الغرب هذا وانتقلت إلى آفاق جديدة، وبدأت تعود الآن من حوالي نصف قرن تقريبا، بدأت تعود إلى مشكلة طبعا المناقشات الفلسفية عن إثبات وجود الله من عدمه إلى آخره، وكذلك ما هي حدود العلم التجريبي، لأنه جاءت فترة من الزمن أصيب مع القفز الهائل الذي قام به العلم التجريبي والإنجازات الضخمة في القرن في أواخر 18 وفي 19 بالذات وأوائل 20، وصبح هناك هوس أن العلم التجريبي سيكتشف كل شيء، وهذا طبعا محال، لأن طبيعة التجربة سواء كانت تجربة محكومة، التجربة المعتادة اللي يجريها الناس في خبر الفيزياء والكيمياء، أو المراقبة المنضبطة مثل مراقبة النجوم أو مراقبة مجتمع المجتمعات والنظر إلى أحوال الناس ومحاولة تحليلها، هذه لا شك تؤدي إلى علم وصفي لا يستهان به، لكنها لا تستطيع أن تتجاوز الحد إلى تأتي لنا بحل مشكلة الوجود من حيث هو وجود، لا يمكن، بل بالعكس النتائج التي يعني لماذا هذا الوجود موجود وليس عدما محضا، وهذا سؤال جوهري وسألوه الفلاسفة من قديم الزمان، والأجوبة عليه ليست تجريبية، التجربة فقط تدل أن هناك وجود حولنا نعرف ما هو ونشعر بجزئيات منه كثيرة ونرى بعض مكوناته تأتي وتذهب وتتحرك وتزول عبر الزمان والمكان، هذا صحيح هذا واضح، لكن ما هو منشأه الأصلي أو هو ليس له منشأ بل هو أزلي، هذا يسموه بالإنجليزي إترنال، وهذا لا يمكن يكون إذا كان وجوده من ذاته مكتف بذاته اكتفاء كاملا،